أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عندي الأبجورة بتاعة المكتب دي، كانت الدواية بتاعتها بلاستيك، ركبت اللمدة قرصت عليها شوية، الدواية اتكسرت، اللمبة كانت تقيلة برضو شوية، عايز أغيرها. أغيرها إزاي والمكان ضيق كده، الحيز هنا عشان أحط الدواية وأغير السلك او احطه في مكان واربط صعب شوية، فعايز اعمل ايه عشان اغير الدواية؟ اخر السلك هنا طبعا قصير، انا جبت سلك تاني وربطته هنا الاطراف في بعض هنا وهنا، بحيث انا هشد السلك من هنا يطلع معايا اهو، هيطلع دخل اهو، هاخد بقى اطلع السلك من هنا كده، السلك طلع اهو، اخلص اشد بقى السلك كده ارجع السلك ده مكانه تاني. طلعت انا كده السلك، ادي الدوايه، غيرتها بدواية خزف شديدة، تركب تحط صغيرة لمبة كبيرة تستحمل، حتى لو سخنت ما يجرالهاش حاجة. ادي مسمار، مسمار التاني، تمام كده ثبتت. ارجع بقى السلك تاني مكانه اهو، شد بقى السلك كده، هيطلع معايا السلك الأصلي بتاع الأباجور. لو محطيتش ده كنت هتعب عشان أدخله كده وأطلعه من هنا. المكان زنقة شوية متعب، طيب الدواية دي هتتثبت جوه المكان بالمسمارين برضو، عايز ظبط شوية لازم السلك كله يطلع عشان الدواية تتربط في مكانها. هذه مسمار،
الأحمر التاني. وأربط مسمار بس ما قرطش جامد عشان أعرف أظبط الفتحة التانية. ما أقرصش جامد طبعا عشان الدواية خزف تتكسر. وهذا المسمار التاني كده تمام. اشد بقى السلك لغاية الاخر، شد افك كده خلاص ملوش لازمة. ارجع التوصيلة بتاعتها تاني، واحدة كهرباء على المفتاح كهرباء على اللمبة. ومن اللمبة على المفتاح، يعني هي توصيلة الأباجور، توصيلة أي مفتاح. التيار على اللمبة ومن اللمبة للمفتاح، والتيار دايرك على المفتاح. دي التوصيل. ألف بقى وأعزل السلك. ممكن دول بعيد عن بعض، يعني ممكن اسيبهم كده. عايزين نعزلهم حتى لو فردة واحدة بحيث ما يلمسش. برضو باستخدام شريط لحام يكون نوع كويس. بس كده كده غيرنا الدواية بتاعت الأباجورة. لو عجبك الفيديو اعمل لنا لايك اشتراك وشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.